أيها الأخوة المشاهدون في كل مكان، أدى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة الجدد منهم والمستمرون الحاليون صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1439 من الهجرة النبوية المشرفة المصادف لعام 2018 من الميلاد بمسجد المشير بمحافظة الخير والعطاء محافظة القاهرة. ما أجمل أيام العيد وما أجمل فرحته وما أعظم بهجته وما أعظم ألفته، يجمع ولا يفرق، يعمل على لم الشمل ورتق الفتق وإصلاح البين. الله الله في رجال مصر الأوفياء وهم يلتفون جميعا حول قيادتهم السياسية الحكيمة. أيها الإخوة في كل مكان، رأى العيد وجهك عيدا له وإن كان زاد عليه جمالا، وكبر حين رآك الهلال كفعلك حين رأيت الهلال، رأى منك ما منه أبصرته هلالا أضاء ووجها تلالا. إن سلوكنا في أيام رمضان لابد أن تنسحب معنا في أيام العيد وما بعده، من إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. فهذه وصايا ربنا تبارك وتعالى لنا ووصايا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المنظر البهيج وفيه يحتضن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شباب مصر وأطفالها أبناء الشهداء الذين رووا بدمائهم أكبر ملحمة في تاريخ تحرير مصر من الإرهاب الأسود وتفكيك الخطاب الديني المتطرف الذي يريد زعزعة الوطن. وها هم يلتفون حول هذه القيادة رغبة منهم في إعلاء مبدأ التنمية الشاملة والكاملة التي تصل بمصر إلى بر الأمان، لنحقق قول القائل حينما قال: بني مصر صونوا لها حقها، كبار النفوس كبار الشيم، لكم مصر لا لدعي دعا ولا لذوي سطوة أو غشم، لكم مصر حيث يقر الثرى وحيث يرف عليها العلم وحيث جرى النيل من أرض